بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم حأجيب على سؤال طرحه بعض الإخوة عن مصادر الدخل للمسلمين. مصادر الدخل للمسلمين هي 5 أصناف، وهي الزكاة والغنائم والفي والخراج والجزية. هذه الأصناف وسنفصل فيها بعض التفصيل في هذا الشريط. الزكاة هي مقدار من المال يؤخذ على الأصناف الزكوية، والأصناف الزكوية هي الأثمان، والمقصود بالأثمان هو النقود والذهب والفضة، والسائمة من بهيمة الأنعام، المواشي من الجمال والبقر والغنم التي ترعى في المراعي المشاع، المراعي العامة، وليست تلك التي يعلفها صاحبها. عروض التجارة هي كل ما أعد للتجارة، مهما كان صنفه فهو للتجارة. ثم يأتي بعد ذلك الخارج من الأرض، والمقصود به هو ما تنتجه الأرض من ثمار، سواء كانت الثمار معمرة كالحبوب والبقول وغيرها، أو كانت من الفواكه. ثم الركاز، وهو ما اكتنز في الأرض، سواء كان بفعل الإنسان أو بفعل الله، بفعل الإنسان كالكنوز التي تركتها الأمم السابقة، وما فعلته الطبيعة أو أراده الله كالمعادن والبترول والغاز وغيرها. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هو الفيء؟ هو المال الذي كسبه المسلمون من حرب دون قتال. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني المال إذا كان المسلمون خرجوا لقتال قوم، ثم إن هؤلاء القوم تركوا ديارهم أو تركوا أموالهم وهربوا، فإن هذا المال ولم يقاتلوا، فإن هذا المال يكون فيئا، والفيء يوزع وله مصارف مذكورة في سورة الحشر، وسنتكلم عنها بالتفصيل أيضا في وقت الله. ثم الغنيمة، والغنيمة هي ما يغنم من العدو بالحرب، وهي تغنم من العدو بالحرب، وهذه تقسم إلى 5 أقسام. يأخذ بيت مال المسلمين الخمس ويوزع 4 أخماس على المقاتلين. ثم يأتي بعد ذلك الخراج، والخراج هو ما يأخذه بيت مال المسلمين من الأرض الزراعية أو غيرها نتيجة لاستصلاحها. وأصل الخراج كان بسبب حبس الأرض المفتوحة على بيت مال المسلمين، وهذه المسألة أحب أن أوضحها هنا. مسألة عمرية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي توصل إلى موضوع الخراج. ففي زمن عمر فتحت البلاد، وكانت الغنائم تقسم 5 لبيت مال المسلمين و4 أخماس للمجاهدين. لكن عمر لما رأى أن الفتوح كبرت قال لا يجوز أن نقتطع هذه الأراضي الكبيرة لأشخاص محددين ونمنعها عن بقية المسلمين. فاستفتى الصحابة وانتهوا بعد حوار طويل إلى أن الصحيح في ذلك هو أن الفتوحات أو الأراضي العامة تحبس على بيت مال المسلمين، يعني تصير من أملاك الدولة. فالخراج هي الأراضي هذه التي فتحت أو صارت ملكا عاما، إذا استصلحها شخص زرعها أو بنى فيها أو استخدمها فإنه يجوز أخذ الخراج منه. والخراج يؤخذ بحسب الأرض، بحسب الزرع، يؤخذ حسب نوع الزرع، يعني يؤخذ في العنب أكثر مما يؤخذ من الشعير، أكثر مما يؤخذ من البرسيم وهكذا. هذا الخراج. بقيت الجزية، والجزية في العصر الحديث هي ما يؤخذ على الذمي إذا كان محاربا أو مسالما. يعني إيش هذا الكلام؟ الجزية لو أن هناك ذمي وبيننا وبينه عهد وجاء للتجارة في بلاد المسلمين، فإنه يؤخذ عليه جزية حتى نحفظه ونحميه ونحمي تجارته. وإن كان من غير المعاهدين، يعني بيننا وبين قومه حرب، أيضا نأخذ عليه جزية. لكن هناك فرق في مقدار الجزية. فالأول الذي بيننا وبينه عهد نأخذ عليه 5%،
والذي ليس بيننا وبينه عهد فنأخذ عليه 10%، ولكن نضمن تجارته ونؤمنه ونؤمن تجارته، أو هذه هي مصادر الدخل عند المسلمين. وسوف أستمر في هذا البحث لعدة حلقات، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.